مساء النور وأهلا بكم إلى صالون تلفزيون لبنان. وبالحب أبدأ، من كتر ما بالحلم عم نقعد سوا، وبينك وبيني في نوى وما في نوى. من كتر ما بالحلم عم نقعد سوا، وبينك وبيني في نوى وما في نوى. صار القلق مرجوحتي، وصاير أنا معلق معك فيها على حبال الهوى. وبالمحبة أرحب أهلا بضيفي الدكتور الشاعر روبير الخوري. أهلا بضيفي الدكتور الأستاذ الجامعي عماد الفغالي. أهلا فيك استاذ يوفي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بكم. هذه الحلقة سببها هذا الكتاب، هو ذكريات بعدها بالبال للأستاذ روبير. هذا كتاب خلاصة أفكار، خلاصة سنوات، خلاصة اجتهاد، خلاصة مناسبات، مسيرة حياة، مسيرة حياة طويلة عريضة للأستاذ روبير، هذا الشايب الجميل. نعم. أنا والله يعني بشوف إنه إنك تحكي أنت أفضل ما أنا أسألك. ليش؟ الموضوع هو علاقتك بالزجل. نعرف نحن علاقة قديمة، وأنت عملت مجلة الشاعر وكتبت شعر الزجل، وعندك كل هذا التاريخ. خلينا نحكي من أيمتى بلشت سوسة الزجل براسك؟ يحكي عن الزجل اللي عم بحكي أنا. أنت أمتى بلشت بالاهتمام بالزجل؟ أنا سنة 1958 كان بإذاعة لبنان برنامج اسمه شوية شعر. إيه. كان يشرف عليه فائق الرجي. إيه. وكان يقدم في مارون كرم ميشيل طعمي. ودخلت أنا، صفينا ثلاثة. هاي سنة 58. وأنا بذكر أنه أول حلقة كنا نسجل بكونتينر، كانت مطرح السرايا القديمة الجديدة هلا، بس كانت السرايا القديمة بعد. كان في كونتينر طويل هيك نسجل. أنا بذكر أنه أول حلقة سجلتها نزل مني يمكن نص كيلو عرق. نفكر حالي أنه أنا متوتر. نفكر حالي أنه أنا نجم كبير. هاي كانت سنة 58. نخلص من 58. متذكر شي وحدة من اللي قلته؟ نعم. متذكر شي قصيدة من اللي قلتهم ب 58؟ لا ما بتتذكرهم. ما بتتذكرهم. خلصنا من 58. نختصر المسافة. السنة 63، سنة 89 أو سنة 63 تركت بيروت. فتحت مكتبي بدبي وبلشت بالشغل التجاري العملي. علاقاتي صداقتي مع الشعراء اللي كانت بهذيك الزمن انا ببيروت بالستينات بين 58 و 62 كنت اصحاب انا وكلوان الوادي والاخ الكبير ميشيل اهوجي، فؤاد رداحي، خليل رداحي، مجموعه كبيره، طنس الحملاوي. على فكرة أنه وقت اللي كنا نقبض كانوا يدفعولنا على الحلقة 25 ليرة بهذيك الزمان. كنت أخذ الوصل أعطيه لطنس الحملاوي يعطيني 20 ليرة وهو يقبض بآخر الشهر. يعني أنا ما كنت أنتظر لآخر الشهر تقبضه. يعطيه يدفع لي هو 20 ليرة. طنس كان وضعه مليح. يعطيني 20 ليرة هو يقبضه بعدين ساعات بده يقبضه. سنة 89 أصدرت مجلة صوت الشعر، وبقيت صوت الشعر تصدر شهرية إلى سنة 2021 وقت اللي طلع الدولار والكورونا والآخرية. اضطرينا نوقف مثل كل المجلات بلبنان. وقفت مع شي مجلات بلبنان. ماشي دكتور عماد، بدي أسألك أنت يعني من اللي كنت المحتفلين بذكريات بعدها بالبال،
وبتعتبر انه هذا النوع من الكتب بيرجع بيحيي هيك الـ 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 العصب الجمالي اللي له علاقه بالشعر وبالادب. خبرني لما قريت هذا الكتاب انت كيف تصرفت له؟ بعرف ان عمل ندوي او ان عمل شيء. شوف استاذ عبد الغني، انا هذا الكتاب رفقته شوي قبل ما يطلع، يعني استاذ روبير مخبرني نتفي انه عم بيحضره. واهتميت كثير لهيدا الكتاب لسبب اساسي، هو انه يتعاطى الشاعر روبير خوري في مضمونه مع الشعراء، علاقته بالشعراء الكبار يلي ذكر منهم اسم هلا واللي ما ذكرهم، وذكرهم بمصداقيه مش طبيعيه. يعني عاده الانسان وقت بيكتب مذكرات او بيكتب سيره ذاتيه بيحاول انه يوتا يشكر الاخر او حتى يمدح الناس يلي مرقوا بحياته. هيدا الكتاب مش هيك، هيدا الكتاب فوق هيك، بيحكي الحقيقه 100%. يعني بتشوف قدامك مرايه هؤلاء الشعراء، بتشوف الوجه الاخر للشاعر بتعاطيه الانساني يلي تجلى هون بالكتاب اكيد مع روبير خوري. وهيدي اهميته لانه بارشيف لبعدين هذا الشاعر في، اذا بدك، في الوجهين، الوجه الشاعري والوجه الانساني. وهيدي هذا الذي لفتني في الكتاب، ولاجل ذلك لما انصدر الكتاب قلت له بدنا نحتفي فيه، بدنا نعمل شيء وباسرع وقت. يعني ما راح ننطر توقيع وما بعرف شو الى اخره، انا مستعد بلقاء اني اعمل هذا لانه هذا لازم يتضوى عليه هلا وما بدنا نتاخر. وانا اؤمن انه هذا الكتاب قيمته مش بس هلا، قيمته بعدين. طبعا طبعا قيمته هلا وبعدين. بس لانه الاشياء اللي لها علاقه بالزجل اذا يعني صار يجب قوننتها باي معنى، انه بتضلش اخبار 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 اخبار، بده ينحط شيء مادي كتابيه. عن الزجل، شو الزجل، كيف الزجل، وين تطور، كيف تطور، مين رواده التطوير، كيف حصل هذا التطوير، كل هيدي التجربه. لانه من وقت اللي كان الزجل زجل بس بمعنى الشطور المتقابلة، واجي بعض الناس بلشوا يكسروا بهذا العمود اللي إذا فينا نسميه عمود شعري، وطلعوا بالقصيدة يلي هي سميناها نحن القصيدة الحديثة مرق تاريخ. خليني أسألك، مين أول شخص هز الزجل وراح على ما بده خليني تقسيمة الزجل الأساسية؟ خليني أقول ما هذا الزجل، إنما طلع من الوزن بالشكل. لحظة، خليني أقول هز الزجل بالوزن، يعني هز الوزن. صح، الوزن. طلع من الوزن هو رشيد نخلي. أنا بكتاب اللي عملته الزجل اللبناني جيت على ذكر هالموضوع. اول من طلع من العمودي تبع المجزوق، يعني المجزوق بالشعر، صحيح، هو رشيد نخلي. بعدين اسعد سابع. تلاقي اسعد سابع او قبل خليني اقول لك اساميهم، اسامي البحور، اسامي مثل البحور الاسامي العربيه. لا لا لا، الزجل اللبناني ما فيك تنظمه على التفاعيل العربيه، لا، لانه بتكسره وبتكسروا في 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 قول بيقول من كان، كل من كان منتصرا كان حرا الى هو الشعر، ان حررته انكسر. التفعيل العربي، بس التفعيلي، انا اول شيء عندي فكره ثانيه عن قصه التفعيل والبحور. انا بقول هي ذاتها، بقول لك وجه نظري، التفعيل هي ذاتها، البحور هي ذاتها مع بعض التعديلات، ولكن هون اسمها الوافر، هون اسمها العتابة، لا، هون اسمها الشروقي، هونيك اسمها البسيط. لا، هات شوف، قول لي شو. إذا بتنظم الشعر الزجلي أو الشعر اللبناني، يعني خلينا على التفاعيل، بتكسر الوزن. لا، ما في إلا أول شيء اسمه التفاعيل. ما هو إذا بدك تقول تفاعيل يعني ما بترجع للعربي، الشعر العربي ما في تفاعيل بالشعر الزجلي، ما في تفاعيل. شوفي، في موسيقى،
شو هي الموسيقى اللي هي اللي هي ترتكز على لحن المعنى. المعنى لا ايش لحظه اشرح لي المعنى كيف المعنى الاقرب شيء على البحر السريع اذا بدنا ناخذ التفعيل الشعر الفصيح. ايه المعنى بحر السريع ولا هو الرجز السريع الرجز. ايه وقت اللي بتقول مستفعل انت اذا بتاخذ المعنى المعنى شوف شو كيف شو تفعيلاته المعنى طيب لحتى انا اصدق اللي عم تقوله او امشي معك. ما بدك تعطيني بديل لهذا اللي موجود بالفصحى واللي عم نطبقه هون عم يطلع مزبوط هو زيته اخترعوا له اسامي جديده عن لكن كيف بدك تقول لي البحر البسيط مش هو زيته الشروق ما انا عم تاخذ مستفعل ومفاعل ومستفعل ومفاعل عم تحطها هون وهون وهذا العتيبه مفاعل ومفاعل وفعول ومفاعل وفعول هون سموها عتيبه هون سموها البحر الوافر. خليني اقول لك المعنى يعني لحظة أول شيء التفعيلات التفعيلات مش موجودة بالعامة موجودة بالفصحى. خليني أقول هذا رأيي الشخصي. يلا أنا ما بدي صادر أي حدا. حلو شو بيقول فلان شو بيقول فلان هو حر بيقول بس أنا رأيي الشخصي قول إنه ما في تفعيل بالشعر. طب كيف بتعرف المعنى كيف بتقفر المعنى على السمع بدك على السمع. شو كيف على السمع يا ريت صوتي بيساعدني بدون ما تغنيهم قولهم قول في هلا ما في شيء بذاكرتي ايه؟ وبعدني اي شيء بدك تقول مش تضروا اللي معنا قل لي القصيد يا خي قل لي حي الله شيء بال شو اسمه ما هو بدي اقول لك بيت معنا في استعمل ايه طبعا فيك تستعمل لانه انا بدي حل هالاشكاليه هيدي اللي لما بنقعد نحكي مع الناس كثير الى علاقه بالزجل بيهربوا من انه هيدي هي زيتها تبع الفصحى بس خلي ايه هلا تحكي انت بقى. نعم شو رايك انت بالموضوع ليكون هو لقطه اللي بدي اياه انا بقول انه الزجل منه مبني على التفعيلات ابدا ايه وما له علاقه فيهم يعني كان مش رح استرجي اقول كان قبل التفعيلات بس كان خارجها طيب يعني النظم كان فطريا وانا بوافق استاذ روبير مش على السمع بس لانه في على عدد اذا بدك حركات وسكون لحركات وسكون وحتى على مش حركات وسكون على السمع يعني مثلا على السيلاب اذا بدك يعني مثل اعتبر الارادي سبعه طيب عرفت كيف سبعه بسبعه الموشح سبعه باربعه ماشي المعنى 12 المعنى 12 عرفت كيف الشروقي بيروح ل 13 ما انت بتعدهم بالعد بس انت غيرت بطريقتهم لا ما فيك هون هذا اللي عم نقول نحن هون البحث بتقول يعني انت بس تكون هني رح يطلعوا بالآخر رح يلتقيوا دار الدوري عالداير يا ست الدار ودائرة القصة ودائرة بدك تقعد تفتشلن على التفعيل فعلهم فيك تقول هاي فيها تكون فعلهم مثلا مثلا لما بتقول انت مريت عالدار دار الولف حييها انا بدي اقول لك يا كنت بس في شغلي شو ما له وزن بالتحديد هذا لحن عبد الغني بلا هذا لحن لا 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 مزبوط. مريت على الدار دار الولف حييها ايه؟ سلم عليها وسلم على اهاليها يا لحن. ناس ما عاد حب الاجل هاك الدار لكن لاجل الحبيب اللي سكن فيها هيدا لحن. انت عم تقول مش لحن انا ما قلت لحن هال. انا عم بقول لحن ايه بس هي هذا ايقاع هذا ايقاع هذا ايقاع مش لحن لانه اللحن بدي اغني لك اياها لا هيدا نظم ملحن نظم افترضها مش ملحن انت خذها خليني لك المعنى ايه تفضل والشعر شاعر شع شمس من الألم ايه؟ در المعاني من وحي الله استلم ايه؟ هيدا المعنى ايه؟ هلا القصيد لحظة خلينا بالأول بالمعنى نعم شو وزنه هيدا المعنى ما هو هو شو وزنه ايه تعلق انك انت عم تقول لي ده 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 اوكي شو وزنه هيدا الوزن المعنى انا رجز ولا زجل كله زجل رجز مش رجز رجز, رجز بحر رجز, بحر رجز, بحر رجز خليني اشرح وجهه نظري طيب تفضل البحور الـ الخليليه ايه؟ انا خليها عشان ايه؟ اضرب لها سريعين بس خليها عشان ماشي بس ما بدك تقنعني باللي بدك تغني عليه الزجل وقت اللي بتنزم على البحور الخليليه بتكسر الوزن الزجلي ليه بتكسر الموسيقى لانه ما بتركب على هيديكي كيف
تبقى بلدنا تضحك بهاك المدى، وابقى انا والليل نمشي على هدا، يقلي انا رح اعتم الدنيا عليك تل عندهم توصال وما يشوفك حدا. هير معنا هيدا، لا هيدا القصيد البدالي. شو القصيد البدالي؟ هيدا القصيد البدالي. معنا هير معنا اطول من هيك اللي فيك تقول، وفيك تقول شو طالع عندك القصيد البدالي؟ نضوي شموع الموهبة بيكون عيد، كل ما بحب القيف يستسلم ألم. هذا المعنى. شو رأيك أنت؟ أنا اللي بقوله أنه بالأول الزجل كان نظماً وكان إيقاعاً، وبعدين نحن رحنا على تطبيقه على التفاعيل أو على تفعيلات التفعيلات أو البحور الفراهيدية يعني. وأنا بقول ما كتير مع أنه التزامه، لانه الشاعر وقت بينظم زجل مش عم بيروح على، مش عم بيروح يطبقه على مش عم يطبقه، بس هذا الفطره، مش عم يطبقه هذا الفطره. مزبوط هذا الفطره. مش هيك بالاول كان معنا، وبعدين لقينا انه هودي الشعراء اللي مزبوط. عم يكتبوا القصيده مش المشطره تشطير. جوزيف حرب شو كان عم يكتب؟ عم يكتب تفعيلي، عم يكتب تفعيلي، بس تفعيلي كان عم يكتب المجزوق. مزبوط. وكان عم يكتب المربوط. ايه بس ايه. بس تفعيلي بس مرات مرات المجزوق ومرات تفعيلي لحالها. مثل ما عمل مرات مفعول، مرات مجزوق، ومرات المفعول، ومرات الوزن. هون طلعت من الأساس. لا أنا هلأ ما لحنا شك بعد أكثر بهاي القصص، لأنتو عندك وجهة نظر أنا مش اقتنع فيها أبدا، وأنا إذا بدي أشرح وجهة نظري مش هتقتنع فيها أنت. مش هدوه أنا عم أقول إنه لابد من أن تكون الفطرة. ما هو كيف جاي الزجل؟ الزجل هو غناء شاك، والزجل ببلش من خلال الذاكرة. أنت بتسمع كتير، بتختزن كتير، بترجع تولد شيء، شيء له علاقة بالموسيقى، وهيك شيء له علاقة بالمغنى. بس الفطرة هي الحاكمة بموضوع الزجل. بتسمح لي بكلمة؟ بس خلي يعني أقول لك وجهة نظري اللي تعرف أنا شو بني. أنا بدي هذا اللي عم نشوفه بالزجل نقطره بشكل يصير علم خاص، ما حدا عم يسترجع يقرب. واللي بدهم يبعدوا الوزن الشعري تبع الزجل عن الشعر الكلاسيكي، مثل كأنه شغول الشعر الكلاسيكي، ماشي إيقاعات هيدي انعملت، وهي موجودة بالسريانية، هي موجودة بالسرياني يمكن قبل والسرياني، قبل الفراهيدة، قبل الفراهيدة السرياني، قبل الفراهيدة. فلذلك أنا اللي بقوله إنه هي الأوزان ما بتجيش من من الهوى. في شعوب عملت هذا النوع من الموسيقى، عملت هذا النوع من الأوزان، هو تراكم وصل إلنا. شو بدك تقول أنت؟ أنا كنت عم بقوله إنه بالأول كان النظم الزجلي وكان الغناء الزجلي، وبعدين الأينال وتطبيقه في الأوزان الفراهيدية. فمشان هيك إجت الأوزان من بعد الزجل. مش مشكلة. إيه مش مشكلة. من بعد يعني الزجل. أنا مش عم أقول الزجال عم يحط الوزن الشعري ويكتب عليه. وأنا متفق معك. فطرته عم تاخده لحتى يقول هذا الكلام. مرات بيقولوا مثل العتابة بيطلع بالموسيقى الوافر. صحيح. بس هوني عتابة. مزبوط. مرات بيقولوا على طريقة الشروق بيطلع هون شروقي، هونيك البحر البسيط. هذا اللي أنا عم قوله. أنا عم قوله أنه يعني لأنه ما عندنا شيء نسند علي بقصة الأوزان إلا الفراهيدي، وما يعني كتار بيعرفوه من الشعر الكلاسيكي، لا من الشعر السرياني. أوكي. ومن الغناء السرياني. ايه طبعا من طبعا الموسيقى طبعا. سريانية طبعا. فإذا الموسيقى السريانية موجودة وإجت الموسيقى تبع الشعر العربي وبلشت من وهون صار انضباط القصيدة أكثر من الأول. يعني صارت القصيدة مثلا كان مثلا إذا كان في قافية مثلا مش قافية، إذا بقلب البيت تقول يوم. رايحين يي ونون رايحين، مرات اليه تكسرها أنت أو تأكلها لحتى يزبط معك يزبط معك البيت. اليوم ما عدت تلاقيها هاي. تفضل. اللي نظموا الزجل تركني من المرحلة العشرة 15 سنة أو 20 سنة هلا. نرجع تنرجع قبل. ما بيعرفوا الأوزان إلا التفعيل. بالفطرة بلا. ما بيعرفوا. بالفطرة. نظموا على لحن. على حسن. نظموا على لحن. إيه. مشان هيك. يعني زين شعيب، زين شعيب لما كنت أسأله أنا يقول لي أنا ما بعرفش بالأوزان. مش أنا بالفطرة براسي. مضبوط. إيه.
ايه بس ما كانش عم ينظم على التفاعيل، كان عم ينظم على الوزن. لك نحن لما بنكتب شعر ما بننظم على التفاعيل. صح عم تنظم على الوزن. بنحط قدامي على التفاعيل، عم في عندي وزن انا براسي وعم بمشي. لذلك الشعر بالعامه كذلك الامر، في شاعر بيعرف يعني مش غايب بيعرف انه هيدي وزنها كذا كذا، هيك قالوا لي انا ما بعرف يعني ما بعرفه انا لمستس غايب، بس قالوا لي مستس غايب بيعرف. اسعد سعيد كان يعرف انه هيدي وزنها على البحور التقليديه العربيه. فانا ماني شايف المشكله وين. في ناس بيعتبروا الزجل بس، بدي اقول لك هالردي ومن افكار المحتدي هذا شيء من الزجل، بس انه هذا هو الزجل. هذا الزجل شو هو؟ الرد الزجل شو هو؟ شوف كل النظم الشعر العامي هو زجل. ايه شو الارادي؟ ايه الموشح؟ ايه الشروقي؟ ايه الاصيد؟ ايه الاصيد البدالي اللي معنا ابو الزلوف، العتابه، العتابه، كلهم هاو. ايه هودي من الشعر الشعبي، كلهم بخانه الزجل، بنحطوا بخانه الزجل. لا حضرتك او حضرته ما بده يحطهم بخانه الزجل، هو حر. لا شو بزجل شو كيف انا ما بشد له. لا ما في واحد يخترع يعني وقت انا بحطه. تقلك شغله، وقت اللي بيطلع كتب عمره الواحد، وقت بيطلع كتب الشعر والزجل. شو يعني الشعر والزجل؟ وقت بيطلع عناوين الكتاب، عنوان الكتاب الشعر والزجل، شو الشعر والزجل؟ بطل شعر الزجل. لا خليني اقول لك شوي، في شويه اختلاف بين الشعر والزجل. هذا كان دارج بمرحله من المراحل. يعني الزجل من شروطه البساطة، من شروطه العفوية إذا بدك، من شروطه للزجل، من شروطه الغناء، أنك أنت تلاقي يعني في بعض الشروط للزجل مش موجودة بالشعر بس، ولكن مش معناته أنت ما فيك تكتب شعر من شعر زجلي. بلا فيك تكتب، وأنا هذا أعطيناك إياه شعر زجلي، واللي غنته فيروز من 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 من, من ميشيل تراد، اللي غنيته من عبد الله غانم، دقت على صدري كله زجل. هاو ايه؟ هو كله زجل. هل عم نقوله انا صح. نحن عم نقول انه هذا هو الزجل، ولكن بلش من هذيك المرحله نوع من التجديد. انت بتعتبر انه رشيد دخلي بينك. رشيد دخلي لا شو بدك تشيل الخلاف. نعم خلينا نبلش بالصلحه لحتى نقدر نستفيد بهاي الحلقه. ايه؟ رشيد دخلي نعم، عبد الله غانم، و عبد الله غانم ما نظم ضربات الاوزان الكلاسيكيه. دقت على صدري وقالت لي افتحوا تشوف قلبي قد ما طرحوا، ونصح ظني وشفت له عندك رفاق بسترجعوا مبعود خليك تلمحوا. طيب فاذا لي رشيد نخلي ايه؟ اسعد سابع ايه؟ اجا ميشيل تراد. ميشيل تراد كان حالي نافره يعني، بس ميشيل تراد كان يبدو اقواهن. شو رايك انت؟ كان يبدو الاقوى بيناتهم. صح عم بقول لك كان حالي نافره وكان مدرسي، لانه ميشيل تراد كل اللي بعدين نظموا حتى شو الله يرحمه العبد الله حسن عصام عبد الله، وهو كلهم تاثروا بميشيل. بس اللي انا اللي عم يعني مثلا عصام العبد الله، عصام العبد الله كتب التفعيلي يلي هي بالزجل، يعني اخذ مستفعلون يلي هو تبع الرجز، التفعيلي تبع الرجز، واستعمل عليها كل القصيدة. هلا مثلا اذا بتاخذ قصايد كل الشباب اللي عم يكتبوا بتلاقيهم يقنوا على الرجز. هون انا بدي احط علامه واسال شو اللي بيخلي كل الكتابات مش الزجلية اللي هي من شعر عامه جديد اللي طالع 40 سنة، شغلة بسيطة. شو هو اللي بيخليهم بس يستعملوا مستفعلون؟ شغلة بسيطة، اللي طلعوا من الزجل، خليني أقول اللي طلعوا من الوزن. طلعوا من الوزن لأنه صار في سهل عليهم الكتابة. سهل. وقت اللي بدك تكتب العمودي، وحضرتك شاعر وبتعرف وقت بدك تكتب العمودي في مجهود. صحيح. وكتبت سطر 2-3 سكرت براسه مش الشخص. بس شيء في مجهود، حتى لما تقطعها هذا التقطيع جديد كمان فيها لها علاقة بالموسيقى. لا بس بتطلع من الوزن وبتطلع من الافي، صار اسهل لك. صرت تستعمل المجزوق. صرت اسهل لك. صحيح. وبترجع مطرح ثاني، بترجع للاصل. طب انت كلمة المجزوق منين عم تستعملها؟ اللي هي لا منين عم تستعملها كلمة المجزوق؟ عم بستعملها لأنه جزء من الوزن. ايه بس انه مجزوق وين موجوده، بالعامي ولا بالفصحى؟
بالعامي بالفصحى بالعامي. لا بالعامي منين جابوها على العامي؟ تعال لك كيف منين جابوها على العامي؟ هات لي شوف يا دكتور انت قول لي فيها تكون مظبوط فيها تكون وجهه نظر كثير سليمه. هذا اللي نحن عم نقوله كمان. بتعرف انا بهذا اللقاء واللي خلاني اقول لك انه نحن بدنا نشوف الدكتور روبير ونقعد نحكي انا وياه، يعني انا بعرف انه في وجهات نظر مختلفه صحيح، وفي هلا ممكن واحد يجي بينات يقول لي تعال اقول لك الشروقي، ما اسمه الشروقي اسمه كذا الطويل، يمكن يسموه الطويل اسمه دعوبي ايه مثلا إيه. فهلا اخترعوا له اسامي. هلا انا اللي بيهمني مش كثره الاسامي، اللي بيهمني هالتفعيلات تبعه هي ذاتها قبل منها كانت عند وانا حافظها منها. مشان هيك استاذ عبد الغني يعني عند الفراهيدي هلا حتى الفراهيدي مش هو اللي اخترعه، فراهيدي جابوا له كل هذا الشعر القديم واعدر جزء كبير منه كان موجود تركه مثل ما هو، جزء مكسر مطبش صلحه هو ورجع من خلاله نعمل هيدي الاوزان، وقال هذه هي الاوزان اللي عليها بده يمشي الشعر. انا برايي في جزء من الشعر التقليدي شعر العامي شعر الزجل كمان على هذه الطريقه، وفي اخلاط طويله عريضه من 1700 وما بعرف ايش لهلا دائما كان في اغلاط بده ينعاد ترتيبهم كلهم حتى يقعدوا يتنظموا. بس نحن ما بدنا نوقف عند مشكله شو الاسامي، طالما التفعيلي هي هيك خلينا نشتغل على التفعيلي. انا عم اقرب الفكره للناس. مشان هيك استاذي الشعراء اللي طلعوا من الزجل التقليدي الزجل يعني التفعيلي الاسم الريدي خلينا نقول المعنى والاصيل، لما نقول تفعيلي يعني خدناها من الفصحى يا اخي، هودي اللي طلعوا اتكلوا على التفعيلي راحوا اكثر الى اللي عم بتقوله حضرتك، اتكلوا اكثر يعني مستفعل وعملوا قصيدتهم اللي ممكن يكون فيها المجزوء ممكن يكون فيها كذا تفعيلي صحيح. ممكن يكون فيها تفعيلي وحدي صحيح. ممكن تكون تفعيلي كامله صحيح. الى اخره يعني بحر كامل تنقول، وعملوا منها اللي تغير بالموضوع هو انه صارت قصيدتهم بطلت تتغنى على المنابر. يعني مهم كثير فتحت لا ما بتغنى على المنابر ولا بشكل الاشكال، مشان هيك بطلوا حتى هن يقبلوا يمكن يسموه مش يمكن زجل إيه؟ بطلوا يقبلوا يسموه. هلا اقول لك ليش بطلوا، كمان في عندك ناس عندهم حساسيه انه بقول زجل يعني مفكرين انه الزجل شيء ما بيطلع منه شعر كبير. انا برايي 100% الزجل ممكن بفكروا. يطلع منه شيء بسيط خفيف كذا، وممكن حدا يجي شاعر كبير ويقول بالزجل شعر شعر ما له علاقه. انا في تجربه معي بالشيء اللي عم تحكي تفضل، وانا دائما بناقش بها، وانا اشتغلت على الزجل بعتقد يمكن ما بتعرف، بس انا اشتغلت على الزجل اكثر من اي شخص اخر. بجمع كان في 3-4 دكاتره بالادب وعم نحكي بالشعر والى اخره بهالموضوع اللي عم نحكي هلا، جبت قصيدتين ريت اول قصيده مش حلوه، ريت لهم ثاني قصيده هذا الشعر طيب على نفس الوزن ونفس الموسيقى ونفس الشخص، طيب في قصيدة جميلة وفي قصيدة مش حلوة. شو خص هاي معروفة؟ لا منو عنده شعر كامل حلو ومين عنده شعر كامل بشع ما فهم؟ مهني ما أخذهم على الزجل اللبناني إنه الزجل بعده بالفطرة مثل أحد الأشخاص اللي يسميه على شاشة التلفزيون، مثل الفرق إنه في الزجل مثل اللي بيلبس شروال والشعر العامي الشعر المحكي هو سميه أيه. مثل اللي بيحكي مثل بيلبس طقم وبنطلون وجرافات، لكن التشبيه السخيف انا بقى التشبيه المظهري هذا مش هذا هو التشبيه التشبيه أيه. الحقيقي مش هذا هو الزجل هن لما يعني لما بينقال عنه لانه بينقال عنه انه ما في شعر لانه كل المرحله اللي مرق فيها واللي حتى على المنابر على المنابر ما كنا نشوف شعر، اهم شيء على المنابر على المنابر نادرا ما كنا نشوف شعر باكثر ما كنا نشوف نوع من الحزقة وال 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 الاحتراف للي بده يقول كلمه، بس الشعر لا يا استاذ لا ايه؟ الشعر بزمنه اذا هيك بتاخذ العالم مجموعه الناس حافظين لخلي يركض من 50 سنه حافظين موسى صغير 60 سنة وحافظين 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 إلى آخره، مين حافظ مع كبر اسم جوزيف حرب ومع كبر اسم ميشيل فراد لو ما تغني له فيروز ايه انتبه هذا صار شيء تاني لأقول لك ليش
انت لما تاخذ هذا بينحكي كمان على الشعر الفصيح، انه لما شعر كلاسيكي، شعر كلاسيكي المشطر هذا مثلا بيتغنى هون وهون وبينحفظ، بينما الشعر الحديث ما بينحفظ. بس خليني الشعر الحديث لما بدك انت تشتغل عليه موسيقيا بينحفظ، خصوصا اذا كان عنده حدا يهتم فيه. يعني مثلا الشعر الحديث يلي غنيه مرسيل خليفي، هلا بدك تيجي تقول لي انه مش اغاني او مش شعر، شعر ونص. انا ما قلت لك شعر، انا اللي عم اقول لك اياه. يعني اللي غنيه مرسيل خليفي غنيه، انت عم تقول لي انه حفظوا الناس، والناس حافظين اغاني مرسيل خليفي وحافظين هذا النوع من الكلمات، مش بقياس اذا تغنت وانحفظت ولا لا، لانه في لها ظروف جابتها لعند مرسيل. مرسيل عنده هذا النوع من الاغاني، مرسيل عنده هذا النوع بيسمع هذا الجمهور، راحت عليه العالم سمعته. فلذلك انا بقول انه القصيده الحديثه يعني ما على شيء مرسيل خليفي. انا ما قلت هيك، انا قلت الشعر ابن جيله بالماضي. اليوم ننتقدون على شعر بالماضي كانوا ممتازين. رشيد نخلي كان ممتاز، بتقرأ له اليوم بتقول مش هذا. شعر القديمين اللي مرقوا قبلنا كانوا شعر مهمين كتير. أنا خليني بشغلي هلا اللي عم يصير، هي نوع من الفلسفات إذا بدك، نوع من التغريب بالمعاني، إنه الواحد إذا قلب الكلام من هيك وإذا عمل هيدا الفكرة بهالشكل هذا إنه بصير أجمل أو بصير شعره أحلى. الشعر مرات بيكون من أبسط ما يكون. نعم. ها؟ نعم. تعال نتخبى من درب الأعمار، وإذا هن كبروا ونحن بقينا صغار وسألونا وين كنتوا، ليش ما كبرتوا أنتوا، من قلوا ننسينا واللي نادى الناس تيكبر الناس. في شغلة أهم من هيك، إنه أحد الشعراء كبر بالعمر. هذا الزجل. أحد الشعراء كبر بالعمر صار يهز بحفلة، يعني كاس عرق على كاس عرق، بيقولوا له بدك تقلنا ردي. يا أخي حلو عني، لا بدك تقلنا ردي. بيقولوا إني ألف رزق الله عند ما كنت شاب، كنت أشرب من خواب الخمر غب، واليوم لما بنزم عشر بكاس يا حسرتي بيروح نص الكاس. كب كب. فاصل إعلاني وأنا أعود إلى الحوار. طيب، ذكريات بعدها بالبال. نعم. ونحن حوارنا عن الزجل. انت بتحس انه اليوم اللي الفرق الزجلية عم نشوفهم على التلفزيون وعم نشوفهم كلنا، حكينا بالاول عن اللي عم يحاولوا يكتبوا شعر. نعم. مش زجلي ولكن بتفعيلي معين. بدي احكي عن اللي عم يعملوا زجل اليوم. في فرق عم تعمل حفلات، أنا تفاجأت إنه في واحدة من الحفلات بتطلع 1200 واحد كانوا قاعدين، طاولات مليانة، أكل وشرب وكذا. بتحس أنت ما حتى بالسبعينات ما كانتش تصير، معناته كأنه جمهور الزجل رجع كوتل، خصوصا وإنه في عندك يعني 5-6 شباب اليوم حلوين عم يطلعوا على التلفزيون، عم يطلعوا يقولوا شعر زجل. عم تشوفون ايه او لا؟ انا ايه. قل لي شو رايك. بالماضي كانت حفله الزجل اذا فيها 200 شخص يعتبروها فاشله، كان لازم يكون فيها 500 وما فوق. صحيح. حفله الزجل اليوم اذا فيها 300 شخص بسموه مهرجان. لا، جمهور الزجل بالماضي كان اكبر كثير من هلا. ايه. انما صحيح، خلينا ناخذ الحفلات الزجل او الجوائز الزجليه. اليوم عم يتكلوا على الصوت أكثر ما عم يتكلوا على المعنى. بالماضي كانت ردة المعنى سطرين، اليوم 7-8-10 لتقطيع الوقت، لأنه في ساعتين أو 3 ساعات بدون يعبوا. بيعتمدوا على الأفلة أو على بيت القصيد. صحيح. نرجع له بيت القصيد، لأنه في سطر هذا بيت القصيد وهذيك القصيد نسميه حشو وأفلة كمان، يعتمدوا على الأفلة مرات. الأصوات الحلوة بتشد الجمهور، وأنا مع الجوائز الزجلية إنه إذا عملوا حفلة ببيروت وعملوها بزحلة هي ذات أي عملوها، شو مشكلة؟
طيب هذا المطرب اللي بيغني بكل ليلة بنفس صحيح. الحفلة ونفس صحيح. شو المشكلة؟ وهو اللي بده يحضرهم هون قال بده يحضرهم لا الزجل صحيح تراجع شعبيا فنيا لا بعده ممتاز ايه لفترة انا عم اقول انه عم حس في نوع من الرجوع اللي شو رأيك دكتور عماد؟ انا مع هذا الموضوع انا بالعكس عم شوف انه الزجل بعده عنده جمهوره ايه وعنده جمهوره اللي بيكبر مع اهتمامات الناس يعني انا بعطي خبره كثير شخصيه وصغيره كنت معزوم على حفله زجل من حوالي شهرين يعني قلت له لابني اللي عمره 20 سنه شو رايك تروح تحضر هيدي الحفله تتعرف راح جاب اصحابه معه وراح عملنا طاوله مشكله بين عمرين بين جيلين حلو يعني طبعا جيله شو رده الفعل ايه رده فعله كانت شيء جديد انبسط فيها حب تحمس هلا يمكن عنده ملاحظات عنده اشياء ما فهمها حاولوا الشباب اللي معنا يساعدوهم يعني مهمه كثير هيدي وفي كمان شغله مهمه انه اليوم بتلاقي عنصر نسائي موجود في جمهور الزجل حلو ومهم يعني بالوقت اللي في عندهم اهتمامات اخرى بعد في ناس بحبوا عم بحكي بالعنصر النسائي والانثوي موجودين هيدي كمان حلوه ومهمه تسجل هيدي مش معناتها انه عم تاخذ من درب شيء تاني بس بحد ذاته هذا النوع من الشعر او هذا النوع من الفن له عالمه ويكبر او يصغر بس موجود ومهم ويتكتل عرفت كيف وبتلاقي انه هلا طبعا بترجع ل قديش بتحشد وقديش في ناس قوايه بالحشد كمان هيدي الى مع اذا بدك منحة تجاري منحة تسويقي خلينا نسميه اكثر بس مما لا شك فيه انه في تفاعل واليوم حتى بتشوف على المواقع في حفلات زجل عم تنعمل عم بيحطوا الردات عم بيحطوا مقاطع الناس عم تسمعهم عم بتشوف كذا فيو بتشوف كذا خبر يعني كمان هذا بدل انه في ناس واليوم اعتبر نحن بموسم الصيف عندك جوقات كل يوم عندهم حفلة شعراء كل صحيح. يوم عندهم حفلات صحيح. يعني وهيدي كمان دليل فينا نقول عنه دليل عافية فينا نقول عنه طبعاً دليل طبعاً جميل دليل جمال دليل كذا مش غلط حلو كتير بس طبعا له عالمه وفي ناس تانيين منهم بهالعالم وما بيحبوه يصطفلوا هذا ايه؟ نوع من الفنون انا هذا اللي بقوله هذا الزجل نوع من الفنون الغنائية او القولية ولكن هو بيتغنى يعني فنون وما شفت واحد انا الا بقول لك مرة غنيت انا وزين شعيب مرة غنيت انا وكذا بيقولوا غنيت لانه هي الزجل هو المغنى هو الغناء بدي اسألك استاذ روبير انت كيف بتصنف كل هالشعراء اللي من السبعينات كانوا مشهورين وشهروا فترة ورجعوا توفوا الله يرحمه كلهم او قليل اللي بعده منهم طيبين ابتداء بالزغلول شوف انا ما في انا ما في صنف لا لانه انا هريبي عم تهرب انا مني تاريخ وانا عم تهرب بس لا راح عم تهرب راح كفي لك ايه؟ راح كفي لك انا ببدي رايي ايه بدي رايي ورايي مش مقدس لك مش مقدس انا مش عم اقول لك مقدس انا عم اقول لك اعطيني رايك فيه نحن هلا عم نتباسط ونحكي ومن احترامنا لهم بدنا نجيب سيرتهم ونناقشهم خليني بالتسلسل يلا جوت شحرور الوادي بلشت 1928 طيب اجى شحرور الوادي نظم الزجل عمل قبل منا كان في حالة يسموها برمة الدف يعني بسهرة بقهوة بمطرح يتجمعوا 4-5-10 شعراء إلى آخره يبقى معهم دف واحد هالدف بينه وبينك وبينه وبينه حتى نفترض فيه دقيقة بدك تجاوب على الرد اللي أنا حكيته ايه. إذا ما جاوبت تطلع برا وعلى هالدف طبعا كان الدف بدون دربكي بس دف لأنه كان اسمه برمة الدف تبرم من واحد لواحد لواحد بالأخير صفوا اثنين هاي صولون يحملون اجي جوت شحرور الوادي نظم المنبر الزجلي واجي شحرور الوادي كان ظاهرة بالزجل اللبناني كان ظاهرة بدون شك في ميشيل أهوجي في كروان الوادي في زغلول الدمور في تانس الحملاوي في وخلي يركز إيه بس هل كنت تلاحظ فيهم كلهم عم بحكي أنا نعم شيء من التجديد ولا لا يعني كانوا بعدهم عم يكملوا مرحلة معينة شعرية كانوا بعدهم عم بيكملوا مرحلة سابقة
أنا كتبت عن هالشغلة بكتابي. إيه؟ إجي خليل روكوز. إيه؟ نقل الموضوع من بنزل نجوم السماء وبركب حصاني وبشيل سيفي. هالقلب لو ما يكون اسمه قلب شو بتفكر كان لازم نقول له؟ هاي خليل روكوز. نقل المنبر الزجلي من العنتريات للموضوع. وللتأمل الداخلي حلو. إيه؟ صح موضوع. للموضوع. كمان رأيي الشخصي إنه خليل روكوز ظاهرة ما بتتكرر. مع كل محبتي واحترامي للشعراء اللي اجوا بعد خليل روكوز، خليل روكوز كان انا منحاز لخليل روكوز. يسمحوا لي وانا كتبت عنه كتاب لجامعة الكاثوليك لخليل روكوز. هلا زغلول الدمور كان من اشهر شعراء زجل زغلول الدمور. كان يعمل حفلة عم بقول لك اذا كان فيها 500 شخص تكون فاشلة، يعني كان في 1000 و2000 و3000. ما بعرف يمكن تذكر انت وقت اللي عملوا دايره القلعه كان في 30,000 شخص. اكبر حفله عملت بهذه الدومين. كانوا عمرهم 13 سنه. نعم. اذا تطور الحفلات الزجليه بقي لحد خليل روكوز. خليل روكوز نقل من الى نخلص من خليل روكوز. بيخلص خليل روكوز سنه 62 بيتوفى، بفارقنا خليل روكوز. بيسلم الحاند المنبري موسى صغيب، طليع حمدان، كان بعده الله يرحمه زغلول الدمور والى اخره. ايه. انا بدي رايك فيهم بشعرهم شو عملوا؟ ايه بشعرهم ما عملوا شيء. بقي المنبر الزجلي اللي غيروا فيه كانت الردي سطرين صارت 4 أو 5 أو 6 أو 8 الى اخره. ايه. أدخلوا الموسيقى على المنبر الزجلي. وأدخلوا الشروقي الأغاني البلدية كلها، يعني بآخر الحفلة كانوا جوات القديمة يغنوا عتابة أو موشح، كان أكتر شيء دارج الموشح. بعد هالفترة هاي اللي عم نحكي عنها خليل روكوز، يعني بعد الستينات دخلوا كل الأغاني البلدية. صاروا بآخر الحفلة يغنوا بلدي ومع الموسيقى، صار الناس تنبسط. يخلصوا من جو المقارعة صحيح. وهي شغلة محببة بسميها سعيد عقل المسايفة. صحيح. هاي شغلة كل الناس بتحبها وما زلنا. وصف لي إياه للشعراء أنت، ليش عم تهرب منهم؟ مثل مين؟ بشو عندي زغلول؟ شو بتوصفه كشاعر؟ عندك كل هالخبرة. وشو اسمه؟ موسى صغايب، زين شعايب، كلهم هودي. شو بده طليع حمدان؟ هو كل واحد لحاله قيمته كبيرة. هاو هاو يعني شو كان يتميز حدا عن حدا إلا ما شو؟ لا رأيك لا لا انت؟ لا انا ما في يميز عن حدا، لانه هاو كانوا بعصر كلهم كانوا يشتغلوا ممتازين. كمان ما بتميزوا عن بعضهم؟ طبعا بتميزوا. في عندك ناس صوتهم احلى من ناس. في ناس يعني لا عم اقول باللي يقولوه، باللي يقولوه. مثلا زين شعيب كان رجل فروسي طبعا، يعني مراجل. يعني ما فيك تلحق له. مزبوط. ما فيك تلحق له. الياس خليل مثلا، الياس خليل رجل الفكر. يعني كل واحد عنده ميزة. طليع رجل الجمال. طليع رجل الجمال، يعني غراميات وعاطفيات غراميات، وحتى بدخل عناصر الطبيعة بشعره كتير كتير قوية عنده. عارف كيف؟ في ناس بيتميزوا بكل واحد عنده شيء، يعني بطبيعة الحال، وكل واحد بيروح من خلال سقافته بيروح على التباري مع الشعراء الآخرين. يعني مثلا بيخبرني مؤخرا أنطوان سعادي، الشاعر أنطوان سعادي، أنه في بداياته مع الياس خليل، والياس خليل أستاذ فلسفي ودكتور بالفلسفة، كان يخفف له كتير، يقول له خي هوني رح يفهمون. بالوقت اللي أنا مثلا أنا كنت أسمع الياس خليل كنت أتعلم منه. يعني كان يعطيني معلومات. على كل حال كل واحد بيجي من ثقافة معينة، بيجي من ثقافته معه. هيدي هي هيدي هي. وكل واحد عنده النظرة الجمالية تبعه. الزمانات لما اجى السيد شو اسمه مصطفى، محمد مصطفى، محمد المصطفى، محمد المصطفى كمان جايب معه بيئته، وجايب بعض القوافي القرآنية. صح. وعسعس ونفس وكبس وعمل. صحيح. فكل واحد بيجي معه. انا هاو كلهم عرفتهم وعشت انا وياهم، وانا رحت على ضيعتهم مره واثنين وثلاثه. طيب هلا بدنا نحكي
على الشعراء الجداد اللي بدهم يفوتوا بموضوع الزجل بعد الفاصل. هلا يبدو في جيل عم يكتب شعر، خلينا نسميه شعر المحكية مثل ما هنا بسموه، حتى ما نقول شو يعني عامية ومحكية، بس نصح للناس ليعرفوا شو عم نحكي. العامية كان يتسمى الشعر اللي بينكتب مثل ما نحن بنحكيه، هذا كان يتسمى عامية، بس بما انه صارت العامية مش أرقى لكن تغيرت مفرداتها، تغيرت الأشياء اللي بينحكى فيها، تغيرت بعض كلماتها، تغير السياق اللي بنحكي فيه، فصار يقولوا أنه شعر محكي، بمعنى ما عاد شعر عامي للعوام يلي ربما مش متعلمين. إجت مسألة التعليم لحتى تنقل ويصير شعر محكي مثل ما بيحكوا الناس، ومش كل الناس يعني، لأنه ما فينا نفوت كتير فيها هيدي شعر المحكي، لأنه بصير بدك تكتب أنت شعر مثل حسب المناطق بلبنان، وكل منطقة بدها تحكي، وكل وحدة عندها لفظة شكل، منفوت منعودش نخلص بالشو اسمه. نعم. شو رأيك بهودي اللي عم يكتبوا اليوم؟ يعني شوف، في عدد من الشعراء عم يقولوا زجل. نعم. عم يكتبوا زجل، يعني انت بتقرأ، ولحتى نقول للناس كيف بيفرزوا زجل، هي سطور. اذا كانوا ما بيعرفوا بالوزن هي سطور، وقت بتكون السطور قد بعضها مشطرة يعني بيكون هذا هو الزجل. هلا في ناس عم يقول لك احنا عم نكتب هذا الشعر المشطر بهذا الشكل، بس نحن مش عم نكتب زجل، نحن عم نكتب شعر. انا رايي هني حرين يقولوا اللي بدهم اياه، وانا ما بدخل بهني شو بيسموه او هني شو يصفروا. هني حرين، وانا مش ضد حدا. الزجل اللبناني، انا عملت، كنا نعمل ندوه صوت الشعر حول هالمواضيع، مثلا طرحنا فكرة كتابة الزجل، انه نكتب الشعر الزجلي العامي مثل ما بدك سميه على طريقة معينة، مش واحد يكتب ما فيك هي، واحد يكتب يه، واحد يكتب الف، ما زبطت معنا. ما زبطت معنا مش بس طلع لك بالاخر خيك موريس عواد بده تكتب القصيدة بالهمزة، صح؟ يعني بتصير بده تكتب القصيدة بدل القصيدة ألف لام همزة يدا شو صحيح. ما زبطت معنا همزة على كرسي اليه. هلا بالنسبة لل، ما أنا هذا اللي أقوله، إنه يعني فينا نسميه محكية مش عامية، بس ما فينا نبالغ كتير بقصة المحكية، إنه لأنه كمان إذا بدك تفوت على خصوصيات المحكية هون مختلفة، هي المحكية لازم تكون إلى حد ما لهجة العامي، اللهجة البيضة اللي بيحكوها بسموها. حذفوا القاف وحذفوا السي وحذفوا المجموعة. ايه شو كيف؟ طيب ايه كيف؟ انا مش معه، بس انا بيصطفروا. بيصطفروا شأنه. يعني الواحد بده يقول تايب. هو تايب فيك تعمل، فيك تحط تايب التوبة كمان بدك تنحطها، فيك تعملها مش فا. مش يعني أنا خلال معاشرتي لكل هالشعر، أنا عاشرتهم كلهم. إذا بتقول الثواب، إذا بكتقول الثواب بدك تحط الثلاث سي. إيه لأنه هي ولا فيك تلفظها سين، بحطوا سين. يعني بتقول الثواب كانوا يحطوا سين، السين بتغير المعنى، بتغير المعنى. بس هني بيستعملوا بدل السي صار يستعملوا سين، بتغير المعنى. هي معنى أنا بدي أقول لك شغلي، يعني الناس اللي مثلك عندهم هيدي الخبرة، أنا برأيي إذا بيصرفوا شوية وقت بس لحتى يقنعوا هود الناس اللي عم يكتبوا اليوم، كيف لازم يكتبوا؟ يعني بتقول صاروا، تحط لها ألف بالآخر ولا لا؟ يا أخي إذا عطت لها ألف يعني عم نرجع للفصحى، وإذا رجعنا للفصحى لا، بالعمة صارت صاروا. هني اللي عم بيقولوا أستاذ عبد الغني، واو ألف وا صارت. إيه؟ أخي حذفوا الألف. فهمت، أنا عم أقول مرات بيحذفوا الألف، مرات بحطوها، اعتمدوا صح. على شغلي حتى لو كان في ألف، شي المشكلة يعني؟ بدنا جدل، نحن عملنا حلقات عنها وما طلعنا منها، بدنا جدل طويل عريض وما حدا بيلتزم فيه. ما حدا بيلتزم فيه لأنه ما إلها أشياء قانونية أو أشياء ثابتة إلها، هي اللغة العامية. بعدنا عم نحكي على تدرجها بالمناطق، تدرجها بالبيوت، تدرجها. يا أخي بشارع واحد، بشارع واحد هون بيحكوا شيء وهون بيحكوا، بكون بقلب المدينه
الوحدة. بعرفش مشكلة كمان بين. بعرف شو ما بعرف. خيشيل الشين. لا بدي حط الشين. هذيك اللي تبع هذا الشعر تبع بيت الرحباني. تبقى بلدنا تضحك باك المدى وأنا والليل تمشي على هذا اللي أنا رح أعطي العيون اللي أنا رح أعتم الدنيا عن عليك تل عندهم توصل وما يشوفك. هي اتصال بس هو كلمة اتصال بتوصال هذه كلمة موجودة بعلبات الرحمنة وبانطلياس بس توصال تبقى خبرنا صحيح. مش بس توصل توصل بالفصحى بس هيديك كمان موجودة توصال هون جاي بشكل ناعم فيك تستعملها تل عندهم توصال وما يشوفك حدا زبطت بالمغنى وتل عندهم توصل وما يشوفك حدا كمان بالوزن لا كمان بالوزن صحيح بس ما هو اللحن وقت اللي بتلحنها توصل تزبط أكثر من توصال فيك تقول التان فيك بس بدك يتمدها يتزم ايه إذا مديتها إذا مديتها المغنى بصير أحلى صح يعني يعني تل عندهم توصل وما يشوفك حدا فيك تقول أو تل عندهم توصل وما يشوفك حدا يعني بتقول اثنين وبتضل تقول الأساس مش اللحن ايه الأساس مش اللحن الأساس النظم أنا عم قول النظم ما هن نظموها على هذا اللحن يعني اللحن موجود وهن نظموا فالنظم أنا فيه أخده لحاله وبشتغل عليه رح حلفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعة هذا مجزوق بالورق زيح جناحك بريشة نور بالمرجحك معزرة بدل ما يكون مستفعل ومستفعل ومستفعل عمل لك يا مستفعل ومستفعل فعل فعل مستفعل ومستفعل فعل أو مثلا بالطير يا عصفور عكوخ من وزان لكله مجزوق هون غويان سقف زهور مفروش بالعنبر حب الندي الاخضر صح. دنيا زلال زلال فهون كمان الشاعر هو وقدرته على انه كيف بده يلعب بالقصيده يمرجحها بدون شك فلذلك كان ميشيل تراد كان من النوع اللي يمرجح الشغل لو ما كان نوع جيد ما كان قدر فتح طريق صحيح لا كان ممتاز ميشيل في اقوى من طريق ميشيل تراد غير الرحباني شيلك على الرحباني شو بدي بالرحباني في حدا بالشعر الزجر بالشعر العامي مش بالزجر الشعر المحكيه في عصام عبد الله في موريس عويد في شو اسمه الله يطول بعمره لا موريس عويد تقليدي ضل بس ما هني هاو كله من مدرسه كله من مدرسه مش تقليدي حبها لا تخبر ولا تحكي ينطرها تتبرق بس وتطلع فيها بس كان عنده رجلها بفكاره شويه صدول صيبه بقلب رجع صيبه بعينيها هاو كله من مدرسه ميشيل تراد ايه كله من مدرسه ميشيل تراد لانه هو بس وينك وين ميشيل تراد صح بس هو لانه سبقه لك نرجع نقول وجهه نظري قصيده اللي بي يا عصفور ايه رح حلفك بالغصن يا عصفور ما هي هيدي 12 بيت ايه رح ابني اخلو خمسه ايه لانه مش كلها بيت القصيده اخذوا بيت القصيده ما بيعرفوا شو ينقوا هن اخذوا بيت القصيده ما بيعرفوا شو ينقوا كمان شو بدك اياهم ياخذوا القصيده مثل ما هي لا نقوا المنيح فيها أه؟ اخذوه وانا مش ضدهم انا مش ضدهم حامل الهوى تعبوا يستخفه الطرب مش هيك بقول ابو نواس واخذوها هن عملوها بالوشحات ان بكى يحق له هن عمليها نعم هن ما كانتش هي ان بكى يحق له ان بده شو حق له ان تألم او شيء حق له بس هن بالمغنى ما زبطت فقاموا غيروها انا ان بكى يحق له ليس ما بين من الشعر الفصيح للشعر الزجلي ايه كتبت كثير عن شعر الزجلي اذا بتقرا الكتاب بتعرف ليش كتبت طبعا مش كتبهم بالكتاب بس شيء على ذكرهم برجع بقول انه الزجل رايي موسيقى مش تفاعيل انا مصر انه الزجل موسيقى شو مبنية؟ ما الموسيقى من لحظة هو الموسيقى كمشتك ما الموسيقى معمولة على نوتات يا أستاذ على نوتات عم حاول أقول لك اللي كتب الزجل من 500 سنة ما كتبوا على الموسيقى يعرفوا لا ما كانوا يعرفوا التفعيل ما أنا عم أقول لك عن الشعر العربي عم أقول لك كمان الشعر العربي كانوا يكتبوه من دون إنه يكون الفراهيدي إجا الفراهيدي بعد شعر 400 سنة منهم بس أنا عم بحكي من بعد الفراهيدي لك فهمت أنا ما عم مش عم أقول لك لا زجل
بدون ما يتأيدوا الفن بالتفاعل. يا صديقي بيطلع بالفطرة مثل ما هو بيرجع ينعمل له قوانين بعدين. ولا مرة في فن نعمل له أصول وبعدين صارت العالم تنزل. لا الفن بيكون بيولد. كيف بيولد؟ ربك بيعرف. طلع على النهر ومشي. ليش نقى هذا الطريق؟ انت ما بتعرف وحدة بيعرف. الطبيعة أخذته. أنا برأيي هيك كل الفنون تخلق وبيرجوا بيعملوا لها. صحيح. أنا كتبت في معدمات كتبي بهالموضوع إنه الزجل أو بدنا نسمع قصيدة إلك هلا. اللبناني أخذت اللبناني بمجمله بهالطبيعة الحلوة والإنسان بده يدندن بده يغني بده ينفس عن كده. صحيح. صار يغني شو يطلع معه؟ هاو هاو صار يطلع معه هاو مع الوقت نظموه. صحيح. يعني مع كل الأول أنت هلا قل لي قصيدة إلك. قل لي قصيدة إلك. لإلي. إن شاء الله لحظة. ما تقول لي نسيت. معنا بتعرف ما عندناش مثل ما كنا نحن. طب شو مش حامل لك شي قصيدة معك؟ أنا قلت لك قصيدة بدنا نحتفل فيك بالحلقة أول. زهر. والقصيدة اللي قلتها بال مش حافظها ما بضلني فيها لون. لحظة احكي كم كلمة انت. انا بيهمني من كل هذا اللي عم نحكيه. يا عطر الزهر ذكرتها. يا عطر الزهر بسنين العتيقة اعطيتك كل احلام الرقيقة مرق عمري مثل حلم السوائي اللي ملأ النهر باللحظة الدقيقة. وإذا يا عطر عندك بعد باقي وإذا يا عمر عندك بعد باقي كم لحظة فرح بتفك ضيقة رجع لي حنيني واشتياقي تضمك بقلبي المعذب يا عطر زهر بسنين العتيقة. حلو. أنا بدي أشكركم. خلص وقت الحلقة. بدي أشكرك يا أستاذ روبير على هذا الكتاب يلي أنا بعتقد بدي أضي لي فيه. بعتقد هذا بده مني شي جمعة زمان. بدي أقرأ بشغف لأنه أنا حابب أعرف كل شيء ممكن يكون في معلومات عن الزجل. وبدي حاول أنه على الأقل نعمل بعض الحدود بين الشيء اللي بيسموه الزجل والشيء اللي بيقول لك أنه لا نحن شعر محكي ما تسمونا إياه ما تسمونا الزجل. على أساس الزجل هو تهمة. الزجل ليس تهمة. الزجل هو فن من أرقى فنون القول والغناء في لبنان. وعلى فكرة دخلوه بالأمم المتحدة شيء ما هو اعتمد كتابي الزجل اللبناني من قبل وعليم اعتمدت اليونسكو لإدخال الزجل اللبناني على لائحة التراث المدفوع. ألو اعتمدوا كتابي لإدخاله. فالله يعطيك العافية يا أستاذ روبير. الله يعطيك العافية يا دكتور عماد. أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل.